أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أهمية تكثيف الجهود التشريعية لإنجاز المراسيم ومشروعات القوانين المحالة للمجلس خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، مبينا حرص المجلس على التعاون والتكامل مع مساعي الحكومة الموقرة لتجاوز التحديات الاستثنائية التي تواجهها مملكة البحرين ودول العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 والتأثيرات الاقتصادية المصاحبة لها على المستوى العالمي. جاء ذلك خلال ترأس معالي رئيس مجلس الشورى اليوم اجتماع مكتب المجلس بحضور السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ورؤساء اللجان النوعية الدائمة بالمجلس. هنأ معالي رئيس مجلس الشورى رؤساء اللجان بتزكيتهم لرئاسة اللجان خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، ومؤكدا أن المسؤولية الوطنية تتطلب من الجميع جهودا مضاعفة خلال هذا الدور لمواكبة متطلبات المرحلة، والذي يأتي من أهمها إقرار مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2021-2022، فضلا عن المراسيم بقوانين والمحالة للمجلس والتي صدرت خلال الإجازة التشريعية. وطلع مكتب المجلس على الاقتراح بتشكيل لجنة مؤقتة معنية بشؤون الأمن الغذائي، كما اطلع على كشف مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والتي لا زالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، فضلا عن تقارير وفود الشعبة البرلمانية.